خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول أعلن مهندسون أمريكيون عن ابتكارهم الطلاء الأكثر بياضاً حتى الآن على مستوى العالم، واللي بيتوقعوا إنه يساعد في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، ويمكن إنه يكون أكثر فعالية من تكييف الهواء للحفاظ على برودة المباني. وفقاً لما نشرته ديلي ميل البريطانية، بيعكس الطلاء شديد البياض اللي تم تطويره في جامعة بوردو في إنديانا ما يصل ل 98% من ضوء الشمس من خلال تشتيت حرارة الأشعة تحت الحمراء، بما يزيد بنسبة حوالي 8% عن أفضل أنواع الطلاء المتاحة حالياً في الأسواق. وبحسب فريق باحثي في جامعة بوردو، فإن الطلاء الجديد رح يبقي المباني في المناطق ذات المناخ الحار باردة بشكل أكثر كفاءة، ما بقلل الحاجة إلى تكنولوجيا تكييف الهواء، ويمكن إنه توفر دهانات طريقة صديقة للبيئة لتقليل الطاقة المطلوبة لإبقائها تعمل باستمرار في الطقس المعتدل. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.